بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا طبعا عارفين ان انتوا حبايب قلبي وانا بعزكم قد ايه، كل حبايبي اللي بيشوفوني وبيتابعوني. النهارده عيد ميلاد مريومة بنتي، احنا لسه جايبين لها الحلويات. انا طبعا الدنيا حر بقى وكده، فمش قادرة اقف ان انا اعمل لها حاجة حلوة، فتقديرا بقى مننا انا وباباها نزلنا جبنا لها الحلويات دي. فحابين بقى معاكم نقول لها كل سنة وهي طيبة، وبدعي لها يا رب ان شاء الله كده ربنا يحقق لها كل اللي بتتمناه باذن الله، وربنا كده عقبال 100 سنه. هي مريومه النهارده تمت 14 سنه. بقول لك يا قلبي عقبال 100 سنه، ويا رب باذن الله تحققي كل اللي بتتمنيه وتبقي احسن دكتوره في الدنيا كلها يا رب ان شاء الله، ويحفظكوا ليا كده وما اشوفش فيكم اي حاجه وحشه يا رب باذن الله. طبعا انا ما عملتش النهارده وصفه، ولكن انا بحبكم كلكم والله، بحب كل الناس اللي بتتابعني وبحب كومنتاتكم جدا جدا جدا، وبتديني يعني طاقه ايجابيه فوق مما اي حد يتوقع. كل الكومنتات بتاعتكم على راسي وكل حضوركم على راسي، وعشان كده حبيت النهارده ان انا اشارك اجمل لحظات حياتي اوثقها معاكم. يعني انا طبعا يعني ما فيش عندي اغلى في الدنيا دي كلها من بناتي ومن زوجي واخواتي حبايبي، فطبعا دي لحظة أنا حابة إن أنتوا تكونوا معايا فيها. أحب أقول لك يا مريومة للمرة المليون هابي بيرث داي، وربنا يا حبيبتي يبارك لي فيكي وأشوفك أحسن عروسة يا رب إن شاء الله. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن، ماشي. يلا أشوفكم على خير يا جماعة، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وكل سنة وأنتوا جميعا طيبين وبخير يا رب إن شاء الله، ويبارك في أولادكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.